مع سن الثنايا لمسافة 8 كيلومترات في ميدان الذيد بإمارة الشارقة لتنافس هذه النوعيات الجميلة من الهجن العربية الأصيلة. ينطلق شوطنا 13 على حضراتكم الخاص بالبكار الثنايا المحليات الأصايل مع هذه الأسماء الغوية مع هذه الشعارات الرنانة في هذا العالم الساحر الجميل في هذا الجو الرياضي في هذا المهرجان الغالي على قلوب كل المشاركين. مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه. تنطلق هذه التحديات وتنطلق هذه الأسماء. مباشرة نتابع المراكز 10 الأولى المتقدمة في هذا العالم الساحر والجميل عالم الأصايل. نتابع المركز الأول هذه جبارة للسيد محمد بن راشد بن سويدان بن حضيرم الاكتبي من يتصدر المشاركين ويحتل المركز الأول. نقلتنا إلى المركز الثاني تواقة لسعيد بن سهيل بن حميد الدرعي من يحتل المركز الثاني وياتي بهذا الشعار الأخضر مع تواقه من الجنوب غادم الدرعي ليعلن مشاركته في هذا الصباح الملي بالإثارة. نقلتنا إلى ثالث المراكز هملوله على المركز الثالث السلالة الهملولية حمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري اللي يدفع بالدماء الهملولية في مسار هذا الشوط على ثالث المراكز. المركز الرابع رابعا الراعبية لسند بن محمد بن بخيت بن حفيظ المزروعي من يحتل المركز الرابع. نقلتنا الى خامس المراكز المركز الخامس هملولة شعار الاعصار الغربي زايد بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري من يحتل المركز الخامس الشعار الذي بالفعل مثل نار بعلم اللي حظى على سيوف وحظى على كاسات وحظى على الزعفران والتتويج في جميع دول مجلس التعاون. تحيتنا لحمود بن محمد بن سالم الوهيبي المضمر لهذه الهجن مع شعار بوزايد. المركز السادس سادس مراكزنا العزرة لسعيد بن مبارك بن سالم بن مبارك الشامسي من يقدم هنا العزرة عزرة الأصالة عزرة النوعيات من الهجن على سادس المراكز. المركز السابع وسابع مراكزنا انتقل مباشرة لشوف اللي واصله مع عزة في المركز السابع لعوض بن مبارك بن سعيد المهيري سابعا المركز الثامن. نتابع ثامن المراكز العزوم محمد بن حمد بن حميد الدرعي من يقدم ويدفع بالعزوم سلالة محلية أصيلة معروفة واسم تراثي مع العزوم. المركز التاسع وتاسع مراكزنا اللي قادمة معركة الغبرة والبسوس ناصر بن بخيت بن سعيد الوهيبي من يحتل المركز التاسع. أتابع المركز العاشر العاشرة اللي قادمة في مسار هذا الشوط وهي التماس سلطان بن خليفة بن سالمين الحميري من يقدم هذا الشعار الشطرنجي مع التماس. مراكزنا العشرة الأولى المتقدمة. النداء الأول يسير ويدور حول هذه المراكز وحول هذه الأسماء المعطى في هذا الميدان ميدان الذيد اليوم الخامس على التوالي. الكل يترقب للثاني والكل يترصد للناموس الكل غادم ليبحث عن نقطة ذهبية في هذا المهرجان الغالي على قلوب كل المشاركين في المنطقة الوسطى في أمارة الذيد. الله 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 عودتنا مشاهدينا الكرام مع منتصف المسافة إلى المركز الأول. نعود إلى شعار الدرعي نعود إلى الشعار الأخضر جرين لايت السماح والعبور للإشارة الخضراء هنا على المركز الأول. تواقة تتوق حول المركز الأول سعيد بن سهيل بن حميد الدرعي من يعلن أن هذه الذلول المحلية العملاقة متصدرة في المركز الأول. هماليل أهل الظفرة تحركت هناك جبارة وجبروتها الغوي
جباره اللي قادمه، جباره المتحركه مع بن حموده، هملوله هملوله هملوله، حمد بن غانم بن علي بن حموده الظاهري من يقدم هناك الدماء الهملوليه، السلاله الهملوليه العريقه في العالم الساحر، المركز الثالث، ثالث مراكزنا وثالث التحديات الراعبية سند بن محسن بن بخيت بن حفيظ المزروعي اللي يقدم الراعبية على ثالث المراكز، هملولة في المركز الرابع، زايد بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، ركز يا ابو محمد ركز، ركز يا ابو محمد ركز، يا حمود يا لوهيبي يا المشاغب في الانطلاقات. المركز الخامس، نتابع خامس مراكزنا اللي وصلت في هذه اللحظات الجميلة، معزة عوض بن مبارك بن سعيد المهيري، معزة الأصالة وصلت مع المهيري، أهل سويحان أهل ميدان التراث قادمين بكل قوة، أهل مدينة الشيخ سلطان بن زايد طيب الله ثراها حاضرين في هذا الجو الرياضي، حاضرين في هذا الانطلاق. المركز السابع والتي تدخلت بقوة من خلال هذه اللحظات، جبارة مع بن سويدان، جبارة مع محمد بن راشد بن سويدان بن حضير ملك تبية، أهل الجبيب أهل صحراء دولة الإمارات قادمين في مسار هذا الشوط. تلاحقت الأسماء وتحركت الشعارات، أشوف تنهات، وصلت تنهات لحمد بن ضبيب بن علي العامري، وصل خوكنا، وصل في هذه اللحظات مع بمتابعة رامس بن محمد بن ضبيب العامري، واصل بكل قوة، وأيضا هناك التحرك من العزومة لمحمد بن حمد بن حميد الدرعي، أهل الرقيعات أهل السلالات أهل السبق الأصيلات، واصلين الله بنات المسك والدروع غادمين بكل قوة في هذا الانطلاق الجميل، وشواهين لحسن بن فهد بن محمد الحميرة البريك يصل في هذه اللحظات، وشعار راعي الوسمية بالدليوي يتحرك مع الدرعية سعيد بن سهيل بالدليوي الاكتبي بمتابعة عبد الغادر البلوشي، هو اللي يتابع هذا الشعار كما قدم نوعيات جميلة في هذا العالم الساحر الأصيل، وأيضا دخول وملحوظ من قبل الشويب وصلت في هذه اللحظات، سهيل بن علي بن عبيد بن محمد الغفلي مع الشويب واصل في هذه اللحظات، وهناك بغداد وصلت العراق وبغداد، راشد بن عبد الله راعي الطيرة العامري يصل مع الشعار الأصفر، مصانع العين التراثية الأصلية تقدم الجديد، ياتون مع المزيد، نكتفي بهذه الأسماء، نكتفي بهذا العطاء، نكتفي بهذا التحدي، بدينا نشرف مشاهدينا الكرام، بدينا نشرف إلى المقصورة الرئيسية، بدينا نشرف إلى المراكز الأولى، أسلوب يا هملولة على الصدارة، السلالة الهملولية، السلالة العريقة هنا في المركز الأول، حمد بن غانم بن حمود الظاهري من يعلن أن هملولة عنوان كبير في المركز الأول، تحركت تنهات، حمد بن ضبيب بن علي العامري، أهل الظفرة هناك ينتظرون مع التنهات. المركز الثالث هنا المتواصلة معزة لعوض بن مبارك بن سعيد المهيري مع معزة في هذه اللحظات الاستثنائية، وهناك تواقة لسعيد بن سهيل بن حميد الدرعي من يعلن بأن تواقة، وهناك شواهين لحسن بن فهد بن محمد آل بريك وبالدليوي سعيد بن سهيل بدريوي مع الدرعية، الله الله تحرك المتحركين، الشويب تتحرك في هذه اللحظات لسهيل بن علي بن عبيد بن حمد الغفلي، وغصاب بن مصبح راعي الطير العامري واصل بكل تحدي وإثارة، والدان سالم بن حمود بن راشد العويسي، وصلت الأسماء، وصلت الشعارات، وصلت التحديات، الله 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 الله، يا سلام.
يا هملوله 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 وتنهات تنهات وهملوله هملوله هملوله تنهات تنهات حمد بن ضبيب بن علي العامري الى الظفره الى الظفره الى مدينه زايد الى الظفره الى الغربيه. الله يا تنهات راحت تنهات بالفوز بالانتصار من ميدان الذيد الى اهالي الظفره. اسعد الله صباحكم. سلام يا الظفره سلام سلام يا الظفره سلام. تحيه واحترام لحمد بن ضبيب بن علي العامري مشكور رامس بن محمد بن ضبيب العامري المحلل في رياضه الاصايل. سلام يا الظفره سلام. المركز الثاني هملوله لحمد بن غانم بن حمود الظاهري. المركز الثالث وثالث مراكزنا مشاهدي الكرام مع الزعوض بن مبارك بسعيد المهيري. والمركز الرابع المركز الرابع الدرعية لسعيد بن سهيل بالدليوي الاكتبي. والمركز الخامس المركز الخامس مشاهدينا متابعي الكرام وصلت شواهين لحسن بن فهد بن محمد آل بريك اللي احتل المركز الخامس. ما شاء الله وتبارك الله. تنهات بالفعل اللي حظت على الناموس والمركز الاول في مسار هذا الشوط. التهنية لهالي الظفرة كافة وين ما يسكن حمد بن ضبيب بن علي العامري. وتحيتنا موصولة الى الرامس بن محمد بن ضبيب العامري المحلل في رياضة الاصايل من قدم هذه الدانة قدم تنهات فوزها بالمركز الاول لحظات وصولها لخط النهاية غطعة مسافة 8 كيلومترات في توقيت وغدرة 12 دقيقة 13 دقيقة 4 أجزاء و4 ثواني وتسع أجزاء من الثانية. السلام يا الظفرة السلام. تحية واحترام المركز الثاني. المركز الثاني توقيتها 13 دقيقة 6 ثواني و7 أجزاء من الثانية اللي احتلت المركز الثاني ومالكها المركز الثاني. المركز الثاني هي هملول ما قصرت بداء حمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهري. تهانينا والناموس سلامات العيناوية. المركز الثالث المركز الثالث وهي معزه اللي قدمت العرض شكر عليه توقيتها 13 دقيقة و8 أجزاء وجزئين من الثاني عوض بن مبارك وسعيد المهيري. المركز الرابع الدرعية لسعيد بن سهيل بالدليوي الاكتبي توقيتها 13 دقيقة توقيت الدرعية المالكة سعيد بن سهيل بالدليوي. المركز الرابع بليس نمبر 4 مخرجنا العزيز 13 دقيقة 11 ثانية وقز واحد بالثانية سعيد بن سهيل بالدليوي الاكتيفي تانينا والناموس. المركز الخامس المركز الخامس اللي وصلت فيه الحمل الكريم توقيتها 13 دقيقة و13 ثانية وفاء وتماما وكمال. شواهين لحسن بن فهد بن محمد البريك. تهانينا لكل الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم على بركة الله نتوكل.